بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت، والمتابعة المستمرة للميدان الفلسطيني ومواجهة المقاومة الفلسطينية للعدو الإسرائيلي بشراسة على الرغم من التوغل البري الذي لا زال مستمر. عن هذه التفاصيل وغيرها من الميدان الفلسطيني وأيضا على جبهة الجنوب ومواقف دول العالم سنبحثها مع ضيفي في الاستوديو الكاتب السياسي الأستاذ فراس الشوفي. أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس. أهلا فيك. رح نبلش بداية بما استجد امبارح بالليل اللي هو قرار الأمم المتحدة. على الرغم من هذا القرار، بعد إسرائيل لا تزال متمسكة بإصرارها وموقفها على عدم فتح أي معبر لإدخال المساعدات لقطاع غزة. كيف يصرف مفاعيل هذا القرار وشو مصيره رح يكون؟ يعني نحن هيك لمحة تاريخية سريعة، ولا يوم العدو الإسرائيلي أصلا التزم بالقرارات الدولية، لا قرارات الأمم المتحدة ولا قرارات مجلس الأمن الدولي. فالرهان اليوم على التزام العدو بالقرار اللي طلع امبارح عن مجلس الأمن منه رهان منطقي، وخصوصا أنه يعني القوى الدولية اللي هي داعمة للكيان لا تزال مستمرة بدعمها وبجريمتها المفتوحة، وهي تعطي غطاء كامل لكل الحركة الميدانية الإسرائيلية حتى للدخول على المشافي لقتل المدنيين. يعني كل الكلام الدبلوماسي اللي طلع بالأيام الأخيرة لمراعاة نوع من التحركات الشعبية في الدول الكبرى وتحديدا بالرباعي الأوروبي ولا بالولايات المتحدة الأمريكية لم ينعكس قرار جدي على تغيير موقف هذه الدول من الأحداث في فلسطين. فلذلك إذا كان الطرف الراعي لمجلس الأمن اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الأساس هن أصلا منحين العدو الإسرائيلي الضوء الأخضر، فامبارح القرار اللي بيطلع يضاف إلى سلسلة القرارات اللي لم ينفذها العدو الإسرائيلي منذ تقسيم فلسطين وحتى اليوم. أكيد نحن بلبنان نعرف القرار 425 اللي هو لم يطبق ولا على مدى 22 عام، ولم يطبق إلا بالمواجهة المسلحة. فنحن نراهن حتى أنا بالليل يعني بعد ما طلع التصويت على القرار وأنه أوكي أصلا القرار دعا إلى هدنة إنسانية وليس إلى هدنة على وقف إطلاق النار من الأساس. يعني يتوقع صانع القرار أو اللي قدم القرار من الأساس أنه العدو يحصل هدنة يومين ثلاثة بعد منها برجع بس كفي الاشتباكات او التوغل البري بيرجع بعض منا بصير هدنة. يعني بالاساس صيغه القرار هي صيغه ضعيفه. ما نحتاجه اليوم في قطاع غزه في فلسطين هو وقف فوري لاطلاق النار، مش مثل ما مجلس الامن يلي اصلا الاسرائيلي سريعا بعد ما طلع القرار من مجلس الامن فورا صدر موقف عن وزاره الخارجيه الاسرائيليه وموقف عن مكتب نتنياهو. نعم. وزاره الخارجيه الاسرائيليه فورا قالت انه نحن ما بنقبل بالهدنة الإنسانية إلا ما يتم الإفراج عن الأسرى. ويعني باللحظة اللي طلع فيها القرار تم تقويضه، والدليل اليوم مكفل الجيش العدو بأعماله العدائية ومبارح كمان. فنحن أنا برأيي هذا القرار يعني هيك لزوم ما لا يلزم، ما له ترجمة فعلية وحقيقية على الأرض طالما قرار الدول الكبرى اللي هي تعاون هذا العدو بهذا العدوان، كان بالمستوى التسليحي على المستوى الاستخباراتي على المستوى الغطاء السياسي على مستوى الدعم المادي، كل هذه الأمور لا تزال متوفرة للعدو وهناك كارت بلانش للقيام بما يراه العدو مناسبا لتحقيق أهداف ما بنعرف شو هي. يعني طب على الأقل أستاذ فراس، هيدا القرار اللي صدر امبارح ألا يحرج الأمريكي، وتحديدا أنه يمكن الموقف الأمريكي اللي شهدناه بالفترة الأخيرة المطالبة بالهدنة الإنسانية ولو حتى إعلاميا ما بيحرج بالإعلام؟ مثلا امبارح لنأخذ حادثة الدخول أو احتلال مستشفى الشفاء، يعني بالأيام ما قبل الدخول الإسرائيلي إلى المشفى كنا كل وقت عم نسمع تسريبات ومواقف من مستويات الأمنية مستويات العسكرية المستويات السياسية في والدبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية. شو عم بتقول؟ عم بتقول نحن معلوماتنا تؤكد وجود قيادة حماس بمستشفى الشفاء، نحن معلوماتنا تؤكد أنه المقاومة الفلسطينية تستخدم
المستشفى. نحن عندنا معلومات كلها كانت عم بتأكد على الرواية الإسرائيلية. امبارح طلع كلام عن البيت الأبيض انه لا، نحن لم نغطي الدخول الى المشفى، وهذا قرار إسرائيلي بحد ذاته. يعني مواقف كلها للوزارات الإعلامية. اما القرار الفعلي الحقيقي اللي نحن بنشوفه هو استمرار الدعم التسليحي، وهذا هو هون الأساس، لانه العدو الإسرائيلي لا يستطيع لوحده الاستمرار بهذه المعركة لوقت طويل، نظرا لحاجته لهذا الكم الهائل من الذخائر، وكمان ما في فضي احتياطاته الاستراتيجية بالمعركة مع غزة، وهو ينتظر ربما معركة في بالشمال كما يقول، يعني من جبهة جنوب لبنان. فباللحظة اللي ببلش فيها الموقف الأمريكي يتغير، منشوف غير خطوات، ما منشوف تصريحات إعلامية، بس ببين معنا على الأرض أنه على الأقل تناقص الدعم التسليحي، تناقصت الأموال اللي ممكن يعني تنرفد فيها الخزينة الإسرائيلية. هذا كله لهلا ما شفناه. كل اللي عم نشوفه هو مراعاة من قبل الحزب الديمقراطي لبعض الشرائح من الناخبين العرب والمسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية وآخرين كمان يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية، مع المسألة الفلسطينية. لذلك عم نشوف نوع من مسايرة لهالفئات انتخابية، لأنه نحن ما ننسى أنه بعد أشهر تنطلق يعني حملة الانتخابات الأمريكية للمرشحين، ولا يستطيع الحزب الديمقراطي أو لا يريد الحزب الديمقراطي خسارة هذا الكم من الأصوات يلي هن بالإجمال بيصوتوا لمرشحينه. هيدا بياخدنا على نتيجة أنه حتى الأمريكي ما بده توسيع الحرب. يعني هل ما يقوله الأمريكي بعدم توسعه الحرب إلى جبهات أخرى، هل هو بالفعل حقيقي؟ يعني النية الأمريكية حقيقية؟ هذا النية الأمريكية، إذا بدك نحن خلينا نرجع لقبل ما تحصل الأحداث. كان الأمريكي بينظر لمنطقتنا، أو على الأقل هذا اللي كان يقال بالعلن، الأمريكي ينظر إلى المنطقة على أنها هي قد تدخل بحساباته بهدنة سياسية بين كل الأطراف. كان يحاول التهدئة مع الجمهورية الإسلامية، كان يحاول عقد اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، كان يحاول حتى لم يقف بوجه يعني بشكل علني أو بشكل تخريبي للتفاهمات اللي حصلت بهداك الوقت قبل ما تصير حتى يعني عملية طوفان الأقصى ب 7 أكتوبر. الأمريكي طبعا يريد الحد الأدنى من الاستقرار في منطقتنا، لأنه هو ينخرط بشكل حقيقي وفعلي بالمعركة بأوكرانيا وبمواجهة روسيا بكل يعني الميادين، وعنده مصالح كمان طبعا. والنقطة الأساسية هي استقرار أسواق النفط وأسعار النفط، كمان عطفا على موضوع الملف الانتخابي. فلذلك المعركة بالمنطقة كان بهم الأمريكي تكون هادية، لأنه أصلا يؤسس لحرب كبرى في منطقة المحيط الهادئ وشرق آسيا عبر تسليح حلفائه بالمنطقة وتحريض على الصين وحصول يعني نزاعات حدودية وخلافات على الجزر، ومشروع تسليحي لدول المحيط الهادئ لمواجهة الصين. أيضا ينخرط بمعركة تسليح الجيش الأوكراني لمواجهة الروس، ينخرط بموضوع عزل سوق الطاقة الروسي والإمكانات الروسية عن الاقتصاد العالمي. ولذلك هو لا يحتاج الآن، عم نحكي أنه كان لا يعني لا يريد أن ينفجر الوضع بالمنطقة بهالشكل، لا يقدر يكفي بهالمشروعين. طبعا الأمريكي اليوم وبكرة هو لا يريد هذه المواجهة لأنه مش بتوقيته. هذا ما بيعني أن الأمريكي ما بده يعمل، لا يذهب إلى الحرب. إذا وجد أنه لا مفر من الحرب وأحرج، بده يروح على الحرب، ما في مجال، وأصلا هو محضر حاله. هلأ بالتقليل النية السياسية، نحن ما نسر الأمريكي لا يريد المواجهة في هذه المنطقة الآن، حتى نحن ما نكون عم نحكي بالمطلق. حاليا ما بده يوسع المواجهة، هو يريد، لذلك انخرط كتير بالمعركة وأرسل جنرالاته في بداية الـ يعني عشية 7 أكتوبر. كانوا رجالاته وجنرالاته وبعض أبرز قيادات الجيش اللي خاضوا عمليات بمنطقة العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بعتهم على الكيان الصهيوني ل إذا بدك إدارة مساعدة جيش العدو على إدارة العمليات وضبط الواقع السياسي الإسرائيلي وأنهاء العمليات في أسرع وقت ممكن، لأن الإسرائيلي بيعرف أنه كل ما طالت المدة
كل ما دخل عناصر أخرى على الخط، كل ما تفلتت من إيده البيئة الاجتماعية والاستراتيجية والسياسية في العالم العربي، وهو لا يريد ذلك. هو يريد أن تمر الأمور بشكل سلس وينهي الإسرائيلي ما يريد إنهاءه في غزة، يقضي على المقاومة الفلسطينية، يهجر الفلسطينيين من غزة بشكل يعني علني، احنا ما بقى أسر الموضوع، ويضمن أن لا تتوسع الحرب ويدخل عناصر أخرى، لأنه فعلا يخشى أن الجيش العدو لا يستطيع مواجهة هذه العناصر مجتمعة مع بعضها، ويخشى أيضا من التحولات في الدول المحيطة بكيان العدو بالعالم العربي، يخشى من مفاجآت هو ما بيعرف لها، مثل مفاجأة 7 أكتوبر. فمن المنطقي أن يكون الأمريكي يجنح نحو إنهاء الواقع في غزة بأقل خسائر الممكنة وعدم فتح المجال لأطراف أخرى بتوسيع الحرب. نعم. طب قبل ما فوت بالميدان اللي هو قدرة حماس على الاستمرار بهذه المواجهة، لأن يبدو أنها طويلة، وإذا هدنة إنسانية رفضوا يحققوها كيف إذا طموحنا كان وقف لإطلاق النار؟ ولكن اليوم في بعض الكلام الصحفي اللي بيقول أنه مشروع التهجير بعد ما نشال من بال الأمريكيين، وفي خطة تانية وضغط على المصريين ووضع الغزاويين بجنوب غرب قطاع غزة لكرمال بعدين المرحلة الثانية نروح للتهجير. هذا اليوم نشر الأستاذ إبراهيم بالجريدة بعض التفاصيل حول ما يقوم به بعض وسطاء الأمم المتحدة، وكانت إشارة واضحة للموضوع. نعم. طبعا مشروع التهجير هو قائم، وأنا كمان يعني بكرة كمان ناشر شيء بهذا الخصوص، فيه شوية تفاصيل. مشروع التهجير طبعا هو قائم منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على غزة. أنا برأيي الأمريكي هو يغطي هذا المشروع مع كل محاولة تستر، مثل امبارح بيطلع موقف تسريب لأحد المسؤولين الأمريكيين انه نحن نرفض تهجير اهل غزة، نحن نرفض التقليص للمسيحة، وهذا الشيء انا بعتقد انه كذب. الاسرائيلي واضح انه يدمر البنية التحتية لمنطقة شمال غزة، في بيت لهيا، في بيت حنون، في جباليا، في غزة، في مخيم الشاطئ، في كل بالنصيرات بالمنطقة اللي وصلها، يحاول هدم كل عناصر الحياة، مش الآن حتى بالمرحلة المستقبلية. ودخوله لمستشفى الشفاء له تفسير واحد، هو شل بشكل كامل القطاع الصحي، لأنه لا يريد أن يجد الفلسطينيون في المستقبل مكان للحياة، وفي حال ستأتي جهة خارجية لتبني وتعمر غزة من جديد سوف يتم بناء على الشروط الإسرائيلية. ومرق شيء بالإعلام أنه لازم تكون شوارع غزة واسعة لحتى تدخل الدبابات والمدرعات وتعمل دورياتها بشكل مريح. أنا أصدق نتنياهو، لأنه أول شيء كشف عن، هو قال نحن نريد احتلال القطاع وإدارته أمنيا. أنا يعني حطوا فيتو الأمريكان على موضوع احتلال قطاع غزة. هلا ما بنعرف إنه حطوا فيتو، شو كيف نعرف يعني؟ هذا طلع بالإعلام، موقف الأمريكية بايدن يعني عم بيقول إنه موضوع الاحتلال غير وارد. تمام، بس نحن إذا بكرة يعني شو بيعملوا لنتنياهو إذا ما رد؟ هلا الموضوع الاحتلال والبقاء بغزة طبعا هو مسألة مكلفة على العدو، ولكن العدو يفكر بتهجير غزة. أنا ما بصدق أنه الكلام الأمريكي اللي بينحكى بالعلن هو ما يقوم به الأمريكي بالفعل، لأنه يغطي كل الجريمة بشكل كامل، حتى ألمانيا، حتى بريطانيا، حتى إيطاليا، حتى فرنسا، يعني عم نحكي عن هالدول اللي هي أصلا بالواجهة بدعم العدوان، مواقفها منا مطمئنة. يعني بيحكوا يعني مثل مثلا العربي، يعطونا كمن طرف اللسان حلاوة، بس مني وحتى هاي ما عم بيقولوها يعني بالواقع. لا، ممكن هن الأمريكي بخاف على الإسرائيلي إنه ما يحتل غزة، مش لأنه ما بده يحتل غزة، لأنه ما بده يضلوا تارك جرح نزيف وقت طويل والإسرائيلي يستنزف بغزة، مش لأنه هو حريص على إعطاء الفلسطينيين أرضه. تاني الإسرائيلي عنده شيء عم بيسأل، الأمريكي عنده شيء عم بيسوق له حل الدولتين ومحل الدولتين، فبده الهيكل الشكل تبع الموضوع يضله موجود حتى ما تفرط التسوية السياسية من إيده. لذلك ما كتير نحن نصدق الأمريكي إنه هو حريص على يعني على تحرير أرض غزة وعدم البقاء الإسرائيلي هناك. لا، الأمور لا تزال غير واضحة. نحن برأيي يجب أن نضع السيناريوهات الأسوأ، نفكر أنه الإسرائيلي يريد تهجير أهل غزة، يفكر بتهديد الأمن المصري في سيناء وغيرها، وفرض على المصريين إبقاء الفلسطينيين
في سيناء، واصلا عم تنقال هالحكي مش يعني مش منه مخبى. والمستوى الثاني هو احتلال القطاع وضم ارض من القطاع، وعلى الاقل احتلال اجزاء منه، او ايجاد اداره عميله تابعه للاحتلال لكي تضمن ان لا يحصل ما حصل في 7 اكتوبر، ان لا يحصل في المستقبل، وتكون غزه منزوعه المخالب. فهذا اللي بفكر فيه الامريكي واللي بفكر فيه الاسرائيلي. الكلام الثاني كلامنا الاستهلاك السياسي والدبلوماسي، اما هذا هو الواقع. طيب ميدانيا قد ايه كشفت يمكن عدم قدره لا الامريكي ولا الاسرائيلي على تحقيق هودي الاهداف اللي ذكرتهم حضرتك؟ طبعاً أو في ممكن بعد يكون هناك مفاجآت مخبية العدو الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية ممكن تقلب المعادلات؟ أنه شو بده يعمل يعني؟ هو فات عم يحتل وعم يقصف وعم يقتل المدنيين، شو بده يعمل أكتر يعني؟ في عنده يستعمل سلاح نووي بقطاع غزة، ما ممكن يوصل لقيادات حماس اللي هو الهدف الأساسي اللي وضعه من بداية. ما فينا نقول شو ممكن يعني، ما فينا نتكهن من الآن من شو ممكن يصير. ممكن يوصل لأحد القيادين، بس للآن حتى الآن لم يستطع الوصول إلى قيادة يغير وجه المعركة. نعم. لم يستطع أولا أسيطر على نيران المقاومة. طبعا التحدي الأساسي هو قدرة المقاومة على الاستمرار بتوجيه ضرباتها إلى العمق الفلسطيني المحتل، إن كان بتل أبيب، إن كان بمنطقة قضاء غزة التاريخية، أو المحلات اللي هي تطالق القدرة الصاروخية للمقاومة. لا تزال المقاومة عند إمكانية إطلاق الصواريخ. طبعا المقاومة كمان فاتت بطور التخفيف من هذا القصف لكي تستمر بمخزونة إلى أطول فترة ممكنة. من المنطقي أن تكون المقاومة تتوقع أن المعركة تمتد لأشهر، وهي تحتاج للبقاء على طول عند قدرة على ضرب الصواريخ. لليوم المقاومة لا تزال تضرب الصواريخ. المستوى الثاني هو السيطرة. العدو أوكي بده يطلع يسيطر على الأرض، فوق الأرض، ولكن المقاومة أصلا عنصر قوتها هي تحت الأرض وتسديد ضربات على التجمعات، للأليات، للجنود، للمشاة، لمشاغلة خلف خطوط العدو. كل هذه بعضهم عم بيصيروا لهلأ. ما نجح العدو بضرب قدرة المقاومة الرئيسية، ونحن يعني على اتصال ببعض الأصدقاء اللي هن عندهم اتصال كمان مع في يعني في غزة، ومن دون متابعة الصحفية يعني المقاومة لهلأ بتقول إن هي مرتاحة، منا مكعومة يعني، عندها بعد حرية الحركة أن تطلع وتسدد ضربات وتمتص التوغل البري. والدليل هو كمان التخبط يعني الإسرائيلي بحتى المناطق اللي فات عليها. يسيطر هو على بعض المقرات الرسمية، ولكن كل الأهداف اللي حطها طبعا يعني هو حط أهداف مثل ما قلنا، ضرب بنية المقاومة، اعتقال أو قتل قيادات الرئيسيين، تفكيك شبكة الأنفاق، هذه كلها بده أشهر ووقت كتير كتير طويل لحتى يوصلها. هلأ بمعيار أنه لا يزال يملك مفاجآت، أنه شو بعد فيه ما استخدم من الأسلحة، استخدم أكثر ما استخدم بالموصل، وأكثر ما استخدم وأكثر ما استخدموا يعني مجموع الأسلحة أو المتفجرات اللي استعملت على غزة بتطلع أضعاف ما رمي على اليابان في الحرب العالمية، في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم يحقق نتيجة. وهذه كلها مكلفة وفيها يعني مش أنه هذه كلها أسعارها كتير غالية وترهق المواطن الأمريكي يعني إذا استمرت على هذا المنوال، ولم يحقق حتى الآن نصر عسكري عليه القدر والقيمة ليقول لجمهوره أنه أنا والله عملت انتقام، غير طبعا قتل الأطفال والمدنيين وتدمير البنى التحتية. نحن ما عم نحكي عن هذا الشق الإنساني واللي هو العدو بينجح فيه لأنه أصلا آلة قتل وماشي، ولكن بالجانب العسكري حتى الآن العدو لا يستطيع يعني، ما حدا في يقول أنه أو يعني أنه هو في طور الحسم قريبا. بالعكس الأمور مفتوحة ويمكن تأخذ أسابيع وأشهر، والمقاومة حتى الآن تؤكد أن لديها القدرة على الصمود لأشهر. نعم، بس بالمقابل القادة الإسرائيليين بيقولوا أنه أمريكا عطتنا أسبوعين لكرمال نحسم هذا الموضوع، وإلا ما بقى تقدر تنطر أكثر من أسبوعين لتنهي الحرب. هل للمقاومة قدرة الصمود على هذين الأسبوعين؟ الأسبوعين هي محسومة. على الرغم من أنه يعني رح تكون شرسة المعركة بهالأسبوعين ليحققوا انتصار الإسرائيلي. بس شو طبيعي يعني هني راح يفوتوا ياخدوا 500 كيلومتر من الأنفاق بأسبوعين؟
ما هو صار له 15 يوم نفق ما قدر يعني نفق جدي حقيقي ما قدر يفوتوا عليه. فاذا هي الحساب لاسبوعين هذا تحصيل حاصل هذه محسومه ولا. اما فكره انه الامريكي اعطاهم اسبوعين انا يعني كمان بعتبر انه هذا شوي شيء اعلامي منه ما في دليل عليه لانه تسريبات بوسائل اعلام امريكيه مش صحيح يعني منا والله مصدر امريكي والله بس تبنوا الرئيس الامريكي طلع يقول ما بتبنوا لانه اصلا في تجاذب داخلي بيناتهم يعني الان الصراع يشتد بين قيادات الجيش وبين المعارضه وبين نتنياهو يعني الامور عم تتعقد. امبارح زعيم المعارضه صار رئيس الحكومه السابق بيطلع بيطلب تنحي نتنياهو بشكل علني وانه نحن لازم نسرع يعني بهالموضوع. قيادات الجيش ايضا تتبادل معه الاتهامات وهناك كلام انه في الاجتماعات اللي عم بتصير للحكومه المصغره ما بيحكوا مع بعض جالنت ما بيحكي مع نتنياهو والعكس صحيح. فهذه ممكن بيستخدموه باطار المزايده. طبعا نحن نتمنى انه يكون هذا الشيء هيك بس اذا كان صحيح هذا بيعني ان العدو سيستخدم كل وسائل الايذاء لايجاع شعبنا ويرتكب مزيد من المجازر وبشك انه يقدر يحقق نصر ميداني بغضون اسبوعين لانه نحن عم نشوف المقاومه مستمره بتسديد ضربات نوعيه بكل الاماكن بعد ما شفنا مثل ما قلنا انه دخول على مقر قيادي فعلي حقيقي لاحد الالويه لاحد الكتائب في القطاع يعني ما قدم لنا ماده تقنعنا انه هو يستطيع هزيمه المقاومه في او حتى انه يعني قام بايذاء المقاومه طوال هذه المده. بالعكس هو يأذي المدنيين ولكن المقاومه كبنيه عسكريه كبنية اتصالات كبنية خطوط دفاعية يعني لحتى الآن تستطيع الصمود والتصدي. هلأ تقليلي بعد قديش بتحمل برأيي بتحمل وهذا لو ما كنت بتحمل نحن يعني نوع من يعني معنويا كمان نتمنى أنه نحن يكون هذا الرهان هو بمكانه الصحيح أن المقاومة تصمد هالوقت يعني إن شاء الله أكيد ونحن نتمنى هذا الموضوع. ولكن واضح من تراتبية حكيك اللي سردتها أنه الحل العسكري أكيد صعب المنال ما رح يحسم الميدان أي مثل ما بقى أي محل ما حسم يعني. أي حل ولكن نحن رايحين أكيد للتفاوض اللي هو اليوم كمان في موقف روسي يقول بأنه لا حل إلا عبر التفاوض ولكن واضح أنه الإسرائيلي بعد رافض التفاوض صح. وخصوصا أنه حماس عم بيقولوا أنه نحن ماشيين بالحل ولكن المدنيين في مقابل الأطفال والنساء من السجون الإسرائيلية. والموضوع الثاني أو المرحلة الثانية لمرحلة لاحقة لتصفير السجون الإسرائيلية هل واقع برأيك هيدا الحل؟ هل ممكن أنه إسرائيل نحن نشهد لنهار يرضخ إسرائيل لهذا مشروع عنده حلول يعني الطبع. بالعكس هذه ورقة قوة المقاومة لازم نضلها متمسكة فيها لآخر لحظة يعني هذه ورقة القوة الفعلية الحقيقية اللي بقيت المقاومة هي الأسرة وأصلا عملت العملية لتجيب الأسرة ولتفرج عن الأسرة في السجون الاحتلال. فالمقاومة بتسلم هذه الورقة كمان هدة 3 أيام لا شو راح تغيرها أصلا إسرائيل لن يلتزم بالهدنة. لو قال أعلن أنه سيحصل هدنة وهو يضع شروط هو يقول أن الهدنة لا تطال شمال غزة أن الهدنة لا تعني وقف الطلعات الجوية أن الهدنة لا تعني تسديد بعض الضربات عند الحاجة يعني هو أصلا عم بيمشي بالهدنة بشكل يعني شكليا مش بالعمق. اثنين في الإسرائيلي كمان بيعرف أن الأمريكيين كتير مهتمين بموضوع الإفراج عن بعض حوالي 10 أو 12 أمريكي من مزدوجي الجنسية هن يعني معهم جنسية إسرائيلية وجنسية أمريكية هؤلاء كتير مهتمين بالإفراج عنهم وبالنسبة لهم هؤلاء أولوية لذلك بمكان ما إذا كان في حل لإخراج هؤلاء ما عندهم مشكلة بالموضوع وإخراج بعض الفلسطينيين يلي هن يحملون أيضا الجنسية الأمريكية من قلب القطاع. هون هالمحل يلي شوي في ضغط على الإسرائيلي. أما الشق الثاني يلي هو انه بيرضخ الاسرائيلي وما بيرضخ انا برايي ما عنده حل بده بيوصل وقت يعني لمرحله بده يرضخ لانه بده يعمل عمليه تبادل. والمقاومه من الخطا اكيد المقاومه واضح انها واعيه لهالموضوع انها هي تسلم هذه الورقه ببلاش يعني اذا كانت بتطلق صراحة ما يسمى بين المدنيين مقابل هدنه 3 ايام شو العازه او ادخال مساعدات يعني
القيمة هي إدخال المساعدات وهدنة 5 أيام أو يلي هن، وإفراج عن أبناء شعبنا كان الأطفال من النساء من يعني الناس المظلومين يلي هن بسجون الاحتلال منذ سنوات طويلة وبدون أحكام، أنه يتم الإفراج عنهم. يعني هذا هو الرهان، وأنا ما بعتقد المقاومة رح تسلم بهالورقة. أما التفاوض السياسي يلي كمان في خطوط خلفية عم بتصير بموضوع التفاوض السياسي، هو ما هو شكل قطاع غزة في مرحلة لاحقة، ما هو انعكاس هذا الأمر على فكرة الحكم الفلسطيني بشكل عام وما يسمى عند الأمريكيين بحل الدولتين. هذا هون نقاش سياسي يلي، وهذا هون رح فوت أنا وياك فيه، لأن لفتتني قبل شوي قلت إنه حل الدولتين هو الأمريكا عم يطرحه، بس ما هو كمان العرب عم يطرحه. كل حل الدولتين بمؤتمر بيروت 2002 طرحوا حل الدولتين، يعني رفض يعني بالداخل الفلسطيني، وحتى حماس تبنت هيدا الحل. هلا حماس، أنا ما بدي، أنا بعتقد إنه حماس مش من اليوم بنته، من قبل، بس الإسرائيلي يعني الواقع لا يسمح ببناء حل. يعني حتى لو حماس تنازلت كما تنازلت بهذا التصريح اللي عم تقوليه، يعني وأنا سمعته لإسماعيل هنية عم يحكي عن الموضوع، ولكن وين بدهم يعملوا الدولتين؟ يعني على أي أرض بده يصير حل الدولتين؟ بالضفة؟ حدود 67 هي محددة. ليش الإسرائيلي بيسحب حدود 67؟ هذا كلام، يعني كلام سياسي. هو واقع 2002 غير الواقع هلا استاذ فراس. البعض يعول على الضغط الدولي، تحديدا الضغط العربي والضغط الامريكي على اسرائيل، للي ما قبل فيه بال2002 يقبل فيه هلا. ليش بده يقبل فيه هلا؟ لانه محشور بشو؟ اما هو سريع الارض بفك المستوطنات من الضفه الغربيه. هذا حل دولتين، هذا شماعه لحتى، يعني هذا اذا بدك هو حل نظري للأزمة، ولكنه مش حل الأزمة، هو إدارة الأزمة، هو عنوان لإدارة الأزمة الأمريكية. يعني هيك الأمريكي بيعمل، بيخلق الأزمة وبصير يديرها، فهو هذا من ضمن جزء إدارة الأزمة. وحتى لو بكرة بعدين يعني لا سمح الله انخرطوا بمفاوضات سلام على هالمستوى، لا يقولوا أنه حل الدولتين وهيك، بس هل يتم أولا هل تتسلح حدود 67؟ يعني مثلا الإسرائيلي سينسحب من الجولان المحتل؟ هذا سؤال. اثنين، هل سينسحب إذا رجعنا لحدود 67 من مدينة القدس ومن الضفة، من الأجزاء اللي أخذها من الضفة الغربية ومن الجليل اللي أخذها ومن المناطق اللي أخذها بشمال فلسطين المحتلة؟ أكيد لا. طيب هل خلينا نأخذ من بعد أوسلو، نسي 67 نرجع على أوسلو، الأراضي التي منحت لفلسطين من قبل العدو، أوكي، بأوسلو، بده يعطيه عن جد للفلسطينيين؟ ما هو كل يوم عم يبني مستوطنات، الاستيطان كل يوم قائم، كل يوم بيخدم الأرض، تهجير، عملية تهجير قائم بشكل كامل. وإذا أنت بتشوفي شو عم يعمل إسرائيلي بالضفة الغربية بغضون الشهر، هذا الشهر على الأقل، من اعتقالات، مش اعتقالات، تفجير بيوت، نعم. كل شيء ممكن واحد يتخيله، أنه كيف يمكن للعدو الإسرائيلي أن يعني كيف يمكن لنا أن نصدق أن العدو الإسرائيلي قد يقوم بهذه الخطوات بظل تجربة عمرها 80 سنة؟ يعني اللي بيقولولنا، أنا برأيي أنه بعد مخجل بقى العرب يطرحوا حل الدولتين، مخجل الموضوع. والقوى الدولية أوكي بدها حل سياسي تمشي أمورها، بس نحن معقول هالقد سذج نصدق أنه الإسرائيلي معقول يفوت بهذا الحل؟ بس أستاذ فراس، يعني حتى يعني أوكي ما فيني أقول كل الفصائل الفلسطينية، ولكن حتى حماس، بس حماس والفصائل حماس اللي هي منظمة التحرير، أوكي، حتى حماس يعني الكلام الداخلي اللي عم بيكون عم بيصير الحديث ما بعد حل الدولتين، أنه نحن كحماس نحن ما منسلم سلاحنا، ما في نزع سلاح من حماس، وبالتالي نحن كل ما هو في أراضي محتلة هي أساساً لفلسطين نحن رح نضلنا. ما كرمال هيك أنا عم قلك، يعني موضوع حل الدولتين ممكن أنه يقطع شوط يمكن من الجانب العربي والغربي وفلسطين. هلأ إسرائيل رفضته، هيدا وضع آخر، ولكن عم بيفكروا ما بعد هيدا الموضوع بموضوع سلاح حماس، إذا بيبقى معه ولا ننتزع سلاح حماس. هلأ الإسرائيلي ما عم بيقول هيك، الإسرائيلي عم بيقول أنه هو يريد تحطيم حماس والقضاء على حماس، والأمريكيين بيحكوا عم يحكوا مثله. موضوع حل الدولتين وبقاء سلاح، أول شيء يعني لازم إذا كان في دولة فلسطينية فعلا لازم تكون في عندها سلاح. تاني شيء نرجع للسفر أوسلو، يعني بدك ترديني على المحل اللي هو صار بديهي. طيب راح الفلسطيني تحت عنوان أنه ما بده يضل معزول
يعني وإعادة بعض الفلسطينيين إلى الضفة الغربية ورام الله والقدس. راح أبو عمار مشي بأوسلو، ماذا تحقق من أوسلو لليوم؟ تحولت السلطة من سلطة لحماية الفلسطينيين إلى أداة بيد الاحتلال تنفذ مشاريع الاحتلال، لا تجرؤ على مواجهة على الدفاع عن شعبها، وصارت هي يعني بتخضع الفلسطينيين لحلول سياسية مش للفلسطينيين، للغرب ولا الإسرائيلي. يعني صارت السلطة بدل ما تكون هي المعبر عن الشعب الفلسطيني، صارت الأداة بيد المحتل لقمع الفلسطينيين ولفرض الحلول السياسية عليهم. فشو نرجع من عيد نفس التجربة؟ يعني جربناها بفتح من جربها بحماس. أنا برأيي أنه هذا الشيء يمكن بكرة يصير مفاوضات، طيب أنا ما عم بيزملك الموضوع، بس برأيي أنا أنه واحد يضحك علينا بقصة حل دولتين. هل الإسرائيلي مستعد للانسحاب من الأراضي اللي احتلها هلأ بالـ67؟ أنا بالنسبة لي أنه لا شرعية لوجود أي مستوطن يهودي على أرض فلسطين منذ 1900 لحتى اليوم، مش من هلأ يعني، ولا من البحر إلى النهر يعني ولا سنتيمتر واحد يحق لأي مستوطن يحصل عليه. بس أنا بدي أمشي معك بالرواية تبعية السلطة والعرب. طيب أوسلو تم تطبيقه، القمة العربية بـ2002 العرب راحوا قالوا نحن ما حل الدولتين، نحن مبادرة السلام العربية، وشو عملوا فيها المبادرة؟ لا قبل ما يطبقوا هلأ التطبيق صار. شو عمل إسرائيل بالمبادرة؟ ما عمل فيها شيء، كبب زبالة. يعني واحد ما بيطعب بيضل يقدم 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 وما في نتيجة. انه طيب تبين انه هذا المحتل بالمقلب الآخر طلع قرار مجلس الأمن الدولي في عام 1978 اللي هو 425 الانسحاب الإسرائيلي الفوري من جنوب لبنان والبقاع الغربي، صحيح؟ صح. طيب نفذوا العدوشة، العرب كلهم بـ81 بالقمة بالرياض كمان حكى على الموضوع، طلع مبادرة، هذه غير مبادرة 2002، وحصل أحداث بالـ80s وبالـ90s يعني قد ما تقولي. طيب هل التزم العدو الإسرائيلي بالقرارات الدولية، بالموقف الأمريكي، يعني بالمبادرات العربية؟ أكيد لا. خرج الإسرائيلي من جنوب لبنان تحت ضربات المقاومة، هذا الحل. هلأ يعني هذه التمنيات. مرتين ذكرت القرار 425، بدي أحكي فيه بالشق المتعلق بالجبهة اللبنانية، لأن بيطلعوا بعض قوى المعارضة بيقولوا لك بحطوا لك 1701 دوجك، إذا حكيت عن 425 بيقولوا لك ما أنتم التزمتوا بال 1701، رح نفصل هذا الموضوع. ولكن قبل ما ننتقل لهون، موقف العرب استنادا على قمة الرياض اللي صارت اليوم، في بعض الفلسطينيين اللي بيعتبروا هيدا لزوم ما لا يلزم كان، وأساسا ما أبدى أي إيجابية لحل المشكلة الفلسطينية والأزمة اللي واقع فيها صار له من 7 أكتوبر. ولكن بالمقابل في بعض الأصوات الفلسطينية بيقولوا كمان أنه طب بس نحن كنا عارفين أنه مش قادرين نحصل على العرب أكثر من هيك، وهيدا شيء كتير منيح، يعني ما صدر من العرب كتير منيح للتوقعات اللي نحن كنا هون وين يعني. بالنسبة للتوقعات إيه، أما بالنسبة لطبيعة الصراع لا، مش كيف هذا الشيء، لأنه للأسف أنه يعني حتى كثير من شعوب المنطقة ما بيعتبروا، يعني إذا بدك قبل ما نروح على العرب خلينا نحكي بالفلسطينيين نفسهم. نعم. أبو مازن ما عاد بره هذه الحقيقة، شو دوره بهالحرب؟ لماذا لم يطلق عنصر من الأمن الفلسطيني حتى الآن 60,000 عنصر النار على العدو الإسرائيلي؟ يعني نحن نروح نطالب العرب، خلينا نطالب أول شيء أبو مازن. تاني شيء نص الشعب اللبناني، أو مش تأكيد مش نص الشعب اللبناني، بس يعني فئات سياسية في لبنان لا تعتبر نفسها معنية في المعركة في فلسطين. بعض يعني بعض بمحيطنا النظام الأردني هو يعني مشترك بالمشترك بالتطبيع وبالتنازل عن الحق ومشترك بالمعركة كمان. تمام. سوريا، وصلنا لسوريا. لا سوريا غير موضوع، سوريا انت فيك تشوف الصحافة العبرية شو عم تقول. سوريا بتقول يعني الصحافة العبرية بتقول نص الصواريخ اللي استخدمها المقاومة الفلسطينية هي صناعة سورية، يعني هذا موضوع. اوكي بس اصلي كجبهة سورية، كجبهة سورية يعني نحن في البعض من ينتقد انه جبهة لبنان. خليني اخلص اول فكرة بنروح على هديك. هذه في يعني في ناس بتحب تسجل بالاعلام بتحكي شو ما كان، يعني مهم تقول اي شيء، هلا نقعد نرد عليهم. وعندهم مشكله مع سوريا، يعني كل شيء واحد بفيق الصبح زحط على موزي بيقول سوريا، ما بعرف شو صار معه بحطها بظهر سوريا، بدهم هذا خلفيه الحقد يعني. اما بالشق العلاقه بالصراع بنحكي عنه، بس خليني اخلص هالفكره. فالعامل لك انه في سوء فهم
لخطورة الحالة الاستيطانية التوسعية اللي عم بتصير ويلي انكشفت بآخر 10 سنين وهلأ عم بثبت حالها. أنا برأيي نحن شعبنا اليوم ما لازم ولا واحد منا ينام مطمئن بعشية بعد، يعني يلي ما كان عارف بعد اللي صار بغزة لازم يعرف أن هذا الكيان الاستيطاني التوسعي ليس خطرا على فلسطين وحدها، هو خطر على كل المنطقة، هو خطر على وجودنا ببيوتنا، كان مش بس للجنوبيين، لأنه هو إذا طالما استحكم بفلسطين سيستحكم بجنوب لبنان وبالجولان وبالهضبة الأردنية، وطالما استحكم بهاي الأجزاء سيبحث عن أجزاء أخرى، لأنه هذا مشروع توسعي. وأقول لك شيء أكثر، إسرائيل اليوم دولة ما عندها دستور لسبب كثير بسيط، لأنه ليس لديها حدود مكتوبة. وهذا شو بيعني؟ هذا بيعني أنه هذا المشروع ما له حدود وما له أفق. فاليوم هو قاعد عم بيقول انه هذه معركة الفلسطينيين وحدهم، اولا بيكون جاهل بالسياسة وبالجيوسياسي وكل شيء، ثانيا جاهل بالتاريخ، ثالثا بلا اخلاق، لانه هو منه مرتبط وجدانيا وروحيا مع هذا الفلسطيني اللي هو جاره واللي هو عم يتعرض لهذا الشيء واللي بكره رح يجي يتعرض لنا هون. يعني نحن اذا بس هيدي بيعتبروها هن من ضمن حملة التهويل اللي بتستخدموها بوجهن، انه نحن موجود نحن اذا في يعني كمحور مقاومة. شو انا شو انا ممثل محور لا مقاومة؟ لا يعني بس لا. هو هيدا كمان بنسمع هيدا الكلام، انه اذا في حال نحن حزب الله ما بادر واطلق النار على اسرائيل، اسرائيل رح تصير ببيروت. هيدا بيعتبروه هودي عبيد طول هول بيقولوا هيك، هودي عبيد انه هيدي من ضمن حملة التهويل اللي عم تستخدموها لتبرر. هودي اللي بيقولوا هيك هودي عبيد، هودي اللي بيقولوا هيك هودي عبيد، روح بروحهم هن العبوديه بروحهم راكبه، مش قبل مش بعقلهم، هن بروحهم راكبه العبوديه. اليوم كل العالم كل العلوم السياسيه بتقلك اذا ما عندك سلاح انت ضعيفه وتخسرين الحق تبعك، والحق اذا انت ما في سلاح يدافع عنه يحمي ما منه حق. اليوم ابسط مثلا عم نحكي عن القوانين الدوليه. نعم. طيب اجى الامريكي احتل العراق ودمر العراق، طب مين حاسبه للامريكي؟ مين حاسبه؟ ما حدا. حدا حاسبه، حدا قال له ليش عملت؟ طب يعني انت هودي اللي عم بيقولوا هيك شو مثلا تعطيهم ضمان السفيره الامريكيه؟ ما اذا نحن عم نشوفها للسفيره الامريكيه او للسفراء الامريكيين ساكتين عن عم بيبرروا قتل اطفال، بدهم يعني رح يجوا يمنعوا الاسرائيلي يدخل على لبنان. هذا كلام ساذج، مثل ما قلت لك هذا كلام ساذج وكلام العدو هودي عم بيرددوه، ما قالوا اي سخيف للسجال الداخلي، ما له منه حقيقي. اليوم هذا العدو لا يمكن مواجهته الا بالقوه المسلحه، ما عندك يعني طبعا القوه من ضمن القوه المسلحه وبناء الدوله وكل هالعناوين الثانيه، بس بالاساس القوه، عنوان القوه. الشعوب كيف بتحصل حقوقها بغير القوه؟ يعني بس شو بنزل بحمل الزهور ووقف بالجنوب كرمال بوجه العدو الاسرائيلي بيعطيهم ورود؟ يعني بيقولوا لك سلموا الجيش زمام الامور. طب ما الجيش كان على الحدود، ما هي الصراع ما بلش اليوم، ما من سنه 48 49 لسنه 75 ل 82 كان الجيش على الحدود. بس مضمون ال 1700 ما كان الاسرائيلي يا رواند، ما هلا ما تقولي لي شو، انا ما بعرف شو بيحكوا، هذا كلام سخيف بده يرد، مش فاضي يرد عليهم، يعني مش لازم يرد عليهم اصلا. نحن خلينا نحكي بالاشياء الجديه. انت اليوم الجنوب في تجربة من سنة 48 ما قبل 48 من 47 وحتى العام 1982 حتى العام 2000 كيف تصرفت إسرائيل مع لبنان؟ هل أوقفت عدوانها؟ ليش لما كانت تروح تحتل القرى بالجنوب وأخذت القرى السبع لشي سألت الأمريكي ولا سألت هودي اللي عم يحكوا؟ الأمريكي منعها؟ لا، ما حدا منعها، هي إجت أخذت الأرض واحتلتها وكانت بتعتدي على القرى وبتقتل المدنيين وبتعمل مجازر بلبنان، ووقفت تعمل هالأشياء لما صار في بندقية بوجهها، يعني لما صار في بندقية طلع بوجه ولا وقفت تعمل هالشيء. والدليل هو اللي صار بسنة 2000 وهودي اللي عم بيقولوا عن 1701، ما من 2006 لليوم شو اللي راجع الإسرائيلي؟ قوات الدولية؟ لا، وأنا أقول لك شيء، قوات الدولية نفسها هي أصلا لا تستطيع مواجهة العدو، وهي تعترف بهذا الشيء وهي بتقول من تتلقى ضربات أساسا. من سنة بيطلعوا الطيران الإسرائيلي بهاجم سفينة اندونيسية من السفن اللي أصلا مرقت هلأ بتقرير الأمين العام هلأ من 3 شهور، بتهاجم الطيران الإسرائيلي على يومين بهاجم سفينة اندونيسية تهديد واضح، وانت بعلم الأسلحة هن بيعملوا إطباق على إطباق راداري من الطيارة على السفينة، يعني كأن السفينة ماتت، اعتبري كأن السفينة انضربت. طيب ما حدا دافع عنه للقوات الدولية نفسهم، يعني هذا اللي بيقول لك 1701 وما 1701. بدي اسالك السؤال الثاني، ليش مش القوات الدوليه من ثاني ميله؟ هل يلتزم العدو 1701؟
انه قال لبنان خرق الاسلامي واحد يعني يخرق، شو المشكله يعني؟ شو بده يحمي عنه؟ بده يحامي حاله، لازم يسكتوا هن ومش يحكوا. لو انهم هن وعندهم، لو وطنيين، لو عندهم الحد الادنى من الوجدان، لو معتبرين انه هذا العدو هو عدو، كانوا ما بيحكوا هيك، كانوا بيقولوا برافو عليكم عملتوا القصه خرقتوا الاسلامي واحد، مع انه هذا الشيء مش صحيح، لانه الاسرائيلي هو من يخرق الاسلامي واحد كل يوم. صحيح، كل يوم اكيد. واكثر من هيك، حتى القوى الدوليه نفسها غير موضوعيه في تقييمها للخروقات، غير موضوعيه، لانه لا يوجد سلاح ظاهر في الجنوب، حتى لامبارح لعلمك، لامبارح ما في سلاح ظاهر، يعني قبل 7 اكتوبر بكم شهر بلش يبين مقاتلين للمقاومه بالجنوب هيك، بس قبل منا على مدى 15 سنه لا يوجد سلاح ظاهر، لا يوجد اي حركه غلط، كل اللي كان عم يشتغل بتشتغل المقاومه بالسر وبالسكت، بينما شو كانت عم تعمل الامم المتحده؟ بتحط 240 خرق من الجانب اللبناني ل 1701، اوكي؟ 100 خرق من الجانب الاسرائيلي. تيجي بتشوف الخروقات، شو بيطلعوا الخرق؟ 240 خرق من الجانب اللبناني، 210 حالات حمل بندقيه صيد، 10 حالات مسدس بلا رخصه، هودي بالجنوب. طيب شو الخرق من ثاني نايله؟ طيران الحربي عم يطلع يعمل طلعات على مستويات منخفضه، طيران الاستطلاع كل وقت عم بيصور وكذا، المراكب البحريه عم تمنع الصيادين من التنقل بمنطقه النقوره، هاي الخروقات تبعيه العدو، او يفوت العدو الاسرائيلي بيعمل تجريف بمنطقه ارض زلمه لبناني، في عنده ارض بفوت بجرف له ارضه. فهول عم يحكوا هيك، هودي جماعه مرتبطين صراحه للاسف، يعني واحد يحكي عن ولاد شعبه هيك، بس في منهم مرتبطين بالعدو وبروجوا سرديه العدو، فنحن ما فينا نوقف عند خاطر هود الناس، يعني يقول بالدنيا. بتعرف واضح دعم رئيس الحزب الاشتراكي لما يحصل في الجنوب، وعم يدعي دائما للوحده الوطنيه، ولكن في دعوة وجهها إلى حزب الله أنه هو يكون مستلم زمام الأمور، ما يكون في فصائل فلسطينية عم تطلق صواريخها من جنوب لبنان. ما بيقدر حزب الله يمكن يسيطر على هذا الموضوع لكرمال نحن كمان ما تفلت الجبهة اللبنانية أكثر من هيك؟ والله أنا ما بعرف لشو، يعني ما فهمت شو التعليق أصلا بالأساس. يعني موقف النائب وليد جملاط، النائب السابق وليد جملاط، اوكي انه هذا موقف طبيعي، يعني مع مين بده يقف؟ مع اسرائيل؟ لا، بده يقف مع الفلسطينيين ومع المقاومه اللبنانيه، او بشكل عام مع بهالاوضاع بهالظروف. اما موضوع السيطره على الجبهه وما السيطره على الجبهه، هذه تفاصيل اذا بدك من يثيرها، يعني بعتقد انه وليد جملاط عم بيرد مش علي وعليك، عم بيقول هذا الموقف لبعض القوى الغربيه اللي هي عم بتضوي على النقطه انه في تفلت بالجنوب وما في تفلت. هذا الشيء برايي مش صحيح، يعني برايي انه في نوع من تنسيق وتعاون بين قوى المقاومه، بين المقاومه اللبنانيه والمقاومه الفلسطينيه، وهذا الشيء طبيعي. اذا بغزه في تعاون، فكيف بجنوب لبنان؟ فخوفه للنائب وليد جملاط مش حتى مش لا، لانه محلو. كمان حتى هوكشتاين سال هذا الموضوع للرئيس بري، لكن وليد جملاط عم بيطمن هوكشتاين يعني مش عم بيحكي عن الواقع، يعني بيكون اذا هذا الشيء صاير، مش بس هوكشتاين، كل المفادين الدوليين عم يحكوا بهذه النقطه، لانه هن بيعتبروا انه هذه النقطه ممكن اضاءه عليها، واذا بدك تفكير اللبنانيين بمرحله ماضيه، بس هي بالواقع انه فلسطينيين بلبنان. اذا انت الفلسطيني بلبنان قلت له انت ممنوع بقى تقاوم في الجنوب وخلص انسى فلسطين، طب شو عم تقول له بلبنان؟ يعني ما في فلسطينيين بلبنان متمسكين بحق العوده. الدستور اللبناني نفسه متمسك بحق العوده ورفض التقسيم، وبيقول انه يجب ان يعود الفلسطيني الى الارض. طب كيف بيرجع فلسطيني الى الارض؟ بس بيعتبروه خرق للسياده اللبنانيه. يعني طولي بالك علي، خرق للسياده اللبنانيه، بس الفلسطيني بلبنان مهجر من فلسطين منه خرق للسياده اللبنانيه؟ اعتداء على تهجير مستقبلا فلسطينيين اضافيين الى لبنان منه خرق للسياده اللبنانيه؟ بس اذا فلسطيني ضرب صاروخ من الجنوب، يعني كل شيء عم يعمل اسرائيلي معليه، هي السياده اللبنانيه مش مخروقه؟ بعدلك شو في خروقات للسياده اللبنانيه؟ هن هودي نفسهم اللي عم يحكوا هيك، هن نوعا ما جزء من الخرق للسياده اللبنانيه، هن هودي نفسهم اللي بتامرهم مع هاي القوى الدوليه بتقديم المعطيات عن فئات اخرى من شعبهم، عن هاي عن لقوى دوليه ثانيه، عم يخرقوا السياده اللبنانيه، يعني وعلى هي السياده
أكيد، لا أكيد أنا بوافقك بهذا الموضوع، لأنه هيدا مفهوم مطاط، وكل فريق الواحد عم بيمارس سياسيته مثل ما هو بيشوف. أنه أنا التزم 1701 وحط حالي تحت رحمة القوة الدولية إذا هن بدهم يحاموا عني، هذا ما في خرق للسيادة. بس إذا أنا في بندقية في مقاومة لبنانية عندها سلاح وعاملة معادلة ردع مع العدو، هذا بصير خرق للسيادة. بس هيديك مش خرق للسيادة، يعني كلام مصطلح للاستخدام بيستخدموه حسب وين سوقهم يعني. طيب البعض من حتى بعض الفلسطينيين وسمعناهم مواقف علنية أنه كان مطلوب من حزب الله مساندة فلسطين أكثر مما هلأ مفتوحة الجبهة اللبنانية، وفي مناشدة أكثر للانخراط أكثر بهذه الحرب. بس لكرمال شوف قراءتك للمسار، يعني سمحت السيد طلع حط معادلة مدني مقابل مدني، وهيدا تعتبر بمضمونة هيدا السقف العالي. بس هل ممكن أن تتطور المعركة أكثر بموضوع مدني مقابل مدني؟ حسب ما سمعت أن العدو الإسرائيلي وجه رسالة للبنان وللمقاومة أن استشهاد الأطفال، يعني الثلاثة أطفال الصغار من آل حجازي بالأسبوع الماضي، أنه هو أرسل أنه لم يقصد هذا الأمر تفاديا لمعادلة المدني مقابل مدني. ومع ذلك المقاومة اللبنانية ردت وأصابت مدنيين مستوطنين. نعم. يعني هذه يعني هالمستوى، هذا مستوى الرد، لو هو اعتذر أو وضح، ولكن في دم بده يتحمل مسؤوليته، والمقاومة ردت. نعم. هذه المعادلة تم تثبيتها بالفعل. نعم. هلأ دليل أنه المقاومة اللبنانية لازم تعمل أكثر أو أقل، أول شيء لأنا ولا أنت نحن نملك المعلومة الكاملة أو الواقع اللي على الأرض لنقدر نحن نقيم. ولكن أنا شو بدي ببعض المسائل اللي حكيه، مثل ما يعني أنا سمعتهم من حكي خالد مشعل، حكي بعض المسؤولين بحماس اللي هن برأيي مش قياديين اللي معنيين بالمعركة الفعلية، في الشيخ صالح العروري اللي هو من أبرز القياديين. نعم. بحركة حماس، عمل تصريح الأسبوع الماضي بناقض هالكلام. شو بدنا فيه منه؟ بدك شو عم يحكوا؟ بنسمع شو حكي صاحب الشأن. واحد اثنين، أن المقاومة حسب ما حكي سيد نصر الله أن المقاومة تشاغل العدو، وشرح تفصيلي ما بدي أرجع عيده، يعني ما عاد بده، ما فينا نضلنا نحكي أكثر من هيك. بالواقع في 75 شهيد من خيرة رجال المقاومة عم يستشهدوا، يعني هودي ما لهم قيمة، أو أنه بالنسبة لهذه الناس أنه مثلا واحد ما أقول يعمل مسرحية يحط 75 شهيد ويستخدم هالنوع من الأسلحة يضرب العدو هالضربات المتنوعة والمتعددة بمدايات مختلفة بأسلحة مختلفة، أنه هذا اللي عم بيقوله. أنا بفهم فلسطيني في غزة يشعر بالأسى والألم وعم يشوف هالمشهد، يكون بده كل الحلفاء الفلسطينيين يتدخلوا والمقاومة اللبنانية على رأسهم. أوكي، بفهم أنه هو واقع، أنه هو تحت، يعني ما فيني لومه إذا مشاعره سبقته، بس أنا فيني لوم مسؤول هو يعرف أن هذا الأمر اللي يعني هذه الدعوة هي فيها توهين من ما تقوم به المقاومة اللبنانية لخلفيات ما بدي أحكي عنها. فأنه إذا حكي خالد مشعل شو هالهم، ما هو نفسه قاعد بقطر خالد مشعل يجيب هالمصاري اللي معه ويجي على غزة. بس البارح تسرب خبر على رويترز أستاذ فراس، على الرغم من أنه نفته حماس، على الرغم من أنه نفته حماس، ولكن مضمون الخبر كمان بتقدر تستشف منه من كلام السيد بموضوع أنه نحن لم نكن نعلم بما قامت به حماس ب 7 أكتوبر ولا حتى إيران يا رمد. هو السيد حسن شخصيا قال نحن ما كنا نعرف، صحيح، بس واقفين معه. يعني شو يعني شو بدنا نرجع بعد نقول؟ واللي طلع برويترز امبارح انا مزبوط مثلك شفته ولقيته انه لانه كلام، يعني بس طلع حماس ونفيوا هالحكي وقالوا انه اصلا ما شافوا للسيد القائد من الاساس، ما صار هذا اللقاء، يعني هيك قال بيان حماس. اللي يعني نرجع نضلنا عم نق على هذه النقطة، ممكن يكون حدا بده يورط المقاومة اللبنانية. هلا اللبنانيين يلي هن حاملين هاي ودايرين فيها، إذا المقاومة اللبنانية راحت أكثر بالمعركة شو بيكون موقفهم؟ ما بيطلعوا بيقولوا الحزب ورط البلد بالحرب ودمر لبنان، وإذا الحزب بتفكر بعقل وبهدوء وببرودة وتصرف كما يقتضيه الميدان، رح يطلع يقولوا ايه بيحكوا ما بيعملوا. يعني
اللي هو اخذ موقف ضد المقاومه ما راح يغير موقفه، واللي هو بده يسجل نقاط لاجل تسجيل النقاط نفس الشيء، يعني ما في داعي انه نحن نسجله. بما يخص مثل ما قلنا، اذا كانت المقاومه بتعرف او ما بتعرف، كل واحد منا عنده راي بما حصل ب 7 اكتوبر، ولكن اليوم نحن هذا الشيء هونيك بلش. هلا نحن اليوم بواقع اخر، يعني واقع اخر، واقع يقول ان السيد نصر الله حط خطوط عامه لما هو المقبول وما هو غير المقبول او مش المقبول، او يعني قال انه نحن لن نسمح بسقوط المقاومه الفلسطينيه ولا ب يعني القضاء على المقاومه الفلسطينيه. هذا سقف ممتاز جدا عالي. هلا الشباب مش عاجبهم يروحوا، هن هادي انا معطيهم برودي وجعبه وكل شيء، ينزل يعني يروح. فلجينا شو بدك تعمل يا اخي؟ ما انت اصلا ولا مره ضربت حجر. انت قبل كنت عم تقول من يومين قبل ما تصير 7 اكتوبر انه المقاومه حرس حدود لاسرائيل. طب بنقول لك يا اخي من مين؟ ما عندك جواب انه انت هاجم وهن من عينك. ما هن اللي موجودين بالجنوب، وهي عم تقاتل، وهي عم بتحط شهداء، وهي عم تدير المعركه هنيك، وانت قاعد بيتك عم تطحنك، بس بدك انه تسجل نقاط. يعني طيب بس بتشوف بعد المعركه حافظه لقواعد الاشتباك من ضمن قواعد الاشتباك ولا لا؟ نحن تخطينا هذه القواعد. نحن هون نوقع فيها، شو يعني قواعد الاشتباك؟ شو هي كانت ضربه مقابل ضربه؟ استهدف لي مركز مثلا حزبي مقاوم، بستهدف لك مركز عسكري. انا برايي بالجنوب غير معادله مدني مقابل مدني، كل يوم في قاعده جديده، كل يوم عم بصير في قاعدة جديدة. استخدام الأسلحة عم يتطور من الجانبين، عمق المدايات القصف والرميات كمان عم يتطور من الجانبين، كثافة الرد على الضربات كمان عم بتطور، سرعة الرد على الضربات عم بتطور، نوعية الأهداف عم بتغير. يعني ما في إنه والله، يعني ما في قاعدة اشتباك نحن باي ذا بوك وعم نمشي عليهم، مش موجود. اللي كان قبل هو 1701 إنه لازم يكون في حفظ سلام، ما حدا يقوس على الثاني أصلا. هذا كان نعم 1701، و 1701 لا يكفي لكي يعالج ما يحصل اليوم بظل هال يعني بظل هالتحول يلي له علاقة فلسطين المحتلة. فما في شيء اسمه قواعد اشتباك بالجنوب إذا بدك فعليا. في إنه وضع المعادلة الأخيرة سيد حسن، يلي هي إذا بدك مش معادلة 1901، هي معادلة 1996 اللي هي مدني مقابل مدني. هي معادلة تفاهم تموز، تفاهم نيسان، هيديك المعادلة. فتحت هيدي ايه، بس انه اليوم انه قواعد اشتباك، قواعد اشتباك شو؟ يعني مش في قواعد اشتباك بالاساس، ما في. يعني فهيك بتشوفها انه رح تتوسع؟ يعني هل بعد هذه المخاوف عم نشوفها وتيره؟ يعني بهاليومين كانت وتيره الضربات محدوده ومركزه، واضح انه ما في نيه لتوسيع الحرب. كيف بتعرفي انه في نيه؟ ما في نيه، لان من كم يوم شفنا توسع للعمق، يعني ضربات للعمق. اذا هلا بكره حصل، ما هي ميدان هذا، ما حدا في يحسبه. كرمال هيك قال السيد انه الكلام للميدان. طبعا انه مين في يضمن كيف بتتوسع الامور؟ حتى اللي هلا قاعدين انه بيطمنوا، لا ما راح يصير. مين قال لك ما راح يصير شيء؟ كيف عرفنا ما راح يصير شيء؟ يمكن تتوسع الحرب، يمكن ما تتوسع الحرب، ما فينا نعرف، لانه الميدان هو اللي حاكم. يعني يمكن لربما الاسرائيلي يعمل ضربه بتؤدي الى وقوع ضحايا مدنيين او شكل معين، المقاومه بترد بتصير بتدحرج الامور. انا برايي نحن نرجع على مبدا التدحرج، لانه هو هذا أساس الحرب. يمكن أن تتدحرج إلى حرب واسعة، وما حدا يفكر حاله أنه لا ما بصير حرب واسعة، مش مزبوط هالكلام. واللي عم بيحاولوا من كيسهم هني يطمنوا الغربيين أنه ما بصير حرب واسعة، هني عم يطمنون من كيسهم. بالواقع لا، الحرب الواسعة ممكن تحصل. أكثر من هيك، ليش الإسرائيلي إذا هو بلحظة ما شعر أنه في غطاء أمريكي لهالموضوع ما بيعملها؟ بلا بيعملها. ليش الإسرائيلي ارتاح بغزة ما بيهاجم لبنان؟ بيهاجم لبنان ونص، وبحاول يجي يحقق نقاط لصالحه. فما حدا يطمن وانه يقول بس انه بس استاذ فراس، رجع بدي ارجع احكي انا وياك شوي بجبهه الجولان، لانه أنا في كثير. انا مش قصدي، انا مش قصدي خوف شعبنا من هذا الموضوع، انا قصدي بده يكون موضوعي كمان هذا الواقع. ونحن لازم نفكر بهاي السيناريوهات، ودائما ما بنعرف النوايا الاسرائيليه. وفكرة تطمين العدو من جبهه لبنان هذا الشيء لصالحه مش لصالحنا. نحن لصالحنا نكون شايفين انه الحرب ممكن تتوسع. هيك نحن لازم نفكر. طيب بدنا نحكي بجبهه الجولان، لان في كثير يمكن يؤخذ على سوريا انه منا منخرطه. رح فاصل انا وياك هيدا، بس رح ننتقل لزميلتنا سالي من المناره، لان في وقفه تضامنيه من الاطباء والممرضين، يعني للتضامن مع زملاء من الاطباء والممرضين في قطاع غزه. سالي اعطينا التفاصيل عندك والمشهديه، وصفي لنا اياها، تفضلي.
نعم رواند، مساء الخير لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. بالسلسلة المستمرة من المظاهرات والوقفات التضامنية من بيروت تحديدا ولبنان عموما مع قطاع غزة ومع أطفال ونساء غزة، نظم اليوم عدد من الصبايا والشباب اللي أو الكادر الطبي اللبناني إن كان من الأطباء والممرضين والصيدلانيين وقفة للتضامن مع زملائهم بقطاع غزة بعد أكيد القصف المستمر على المستشفيات والنقص الكبير بالموارد الطبية والنقص في النقص عفوا في الوقود للمستشفيات إلى جانب أحد الأشخاص المتظاهرين. شو الرسالة اليوم عم توصلوها لزملائكم؟ شوف إذا هن عم يسمعوكم اليوم شو فيكم تقولوا لهم؟ أوكي، أنا اسمي زينب خليل برجي، تلميذة صيدلة بجامعة بيروت العربية. نحن اليوم جايين باسم اتحاد طلاب الصيادلة بلبنان، جايين نرفع أقوى صوت لنا، جايين نرفع شعار وحيد اللي هو وايت كوت ووك، كرمال الوقفة التضامنية لأهلنا بغزة. صح نحن يمكن مش قادرين نساعدهم بالماديات، ما قادرين نكون معهم جسديا للطاقم الطبي، بس نحن قادرين نكون معهم بالصوت بالصرخة القوية اللي نحن هلا رح نطلقها. هيدي مش أول وقفة تضامنية رح نعملها، هيدي مجرد البداية، وإن شاء الله كل جمعة رح نكون عم نطلق هيدي الوقفات التضامنية. زملائكم بغزة عم بيعانوا كثير من نقص الموارد، إن كان من الأكسجين أو من المواد المخدرة وإلى آخره، حتى عم بيستشهد أطفال بعدد كثير كبير بسبب هيدا الشيء. شو فينا نقول لهيدا الأشخاص اللي عم تمارس الطب بهيدا الوقت الصعب؟ يعني نحن بنقول لهم كل الشكر وكل التقدير، هن ما بقى عندهم ولا خيار يطلعوا فيه، ما بقى عندهم ولا حل يعملوه، هن عم يعملوا كل شيء بيقدروا عليه، ونحن كمان بهيدا الوقت مش قادرين نروح على غزة، ما قادرين نروح على فلسطين نكون معهم ونساندهم بهيدا المحنة اللي هن عم يلقوا فيها. بس فينا نقول لهم إياه إنه مثل ما قالت شيرين أبو عقلة، هي يمكن مجرد محنة وبدها تمرق، بدها شوية صبر وخلي المعنويات عالية، فإن شاء الله نحن معكم من هون لحتى غزة تصير حرة، وإذا مش بالألم بالدواء، وإذا مش بالدواء بالأشخاص، وإن شاء الله لغزة التحرير. إذا رواند ما في داعي نذكر المستشفيات بغزة شو عم بيصير فيها، شو عم تقطع، القصف المستمر اللي عم بيصير على ضواحي وحول والمستشفيات بغزة وبقلب المستشفيات، وعدد الأطفال اللي عم تستشهد يوميا، وعدد المرضى والأطباء اللي عم بيقدموا نفسهم كشهداء من أجل القضية في فلسطين ومن أجل معالجة إن كان من الكوادر الصحفية أو من المدنيين أو من النساء أو من الرجال أو من الأطفال بغزة. هذا المشهد من المنارة تحديدا رواند، حيث ينصر إذا فينا نقول الكوادر اللبنانية أو بعض من الكوادر اللبنانية زملائهم في قطاع غزة. نعم سالي أبو مرعي، شكرا لك، وأكيد تضامننا وأصواتنا أكيد التضامنية كمان مع قطاع غزة ككل، أهالي قطاع غزة وأطفالها ونساء وأهاليها، ومن ضمنها أيضا القطاع الطبي. أستاذ فراس، لأختم معك هيدي الحلقة بدنا نحكي شوي عن جبهة الجولان، لأن يؤخذ على سوريا أنه هي كما قيل بأنه تعرضت لضغوطات إسرائيلية بالمباشر. اللي يؤخذ على سوريا بس من هن؟ فريق المعارضة، وكمان كشفت صحيفة الأخبار أنه صار في ضغوط من قبل الإسرائيلية على قصر الجمهوري السوري. نقلت الأخبار عن كذا مصدر، بعتقد أكسيوس، ما بعتقد هاي المصادر. استاذ ابراهيم الامين حكى عن هذا الموضوع بمقابله مع زميلي سمر بوخليل، بس هودي الاستاذ ابراهيم يعني من صحافه غربيه، ليس يمكن يكون مزبوط هذا الشيء. نعم بس نحن اللي يؤخذ على سوريا، بس مين هن هودي اللي اخذوا على سوريا؟ بيقولوا لك كان صار لهم 20 سنه بعادوا سوريا وبيحاربوها. صحيح، بس بيقولوا لك هلا هن ليش عم بيقولوا هيك؟ انه بدل ما نحرك جبهه لبنان خلينا نشوف سوريا شو بتقدر تعمل معنا. هودي عم بيقولوا لي هيك، هن بدهم يقولوا انه ما بيحركوا من الجولان وهن عملوا لاسرائيل، هيك بيحكوا يعني هن نفسهم هودي. طيب انت يا شخص اللي انت بدك تحرك جبهه الجولان للجيش السوري، عندما كانت المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب ومن إسرائيل ومن جبهة النصرة اللي دعمتها إسرائيل بالجولان تقوم بتدمير الدفاعات الجوية السورية، تقوم بسرقة
صواريخ الدفاع الجوي ومنظومات الدفاع الجوي وتبيع على إسرائيل، عندما تقوم بتدمير الرادارات، عندما تقوم بضرب الجيش السوري، ضرب المصانع، المعامل، الحقول، مواقع الجيش بكل الجنوب، محطات الإنذار المبكر، وشو كنت عم تعمل؟ شو كان موقفك أنت؟ ما قلت إنه بكرة يوما ما إذا صار حرب سوريا بدها تستعملهم هودي؟ ما أنت ما هن الجماعة المعارضة هن اللي خرب دمرون لهاي العدة، هاي اللي سوريا استثمرت فيهم 30-40 سنة، دفعت حقهم مصاري وتعب وسهر وليالي كرمال الجيش السوري ينبنى. اجت المعارضه المسلحه ومع بعض المرتب لهودي العملاء اللي بلبنان اللي هن بايدوا المعارضه السوريه وماشيين معها، ما حكوا شيء لما كانت تفوت النصره وانصار الدين وما بعرف شو اسمها الفصائل يفوتوا يعلنوا انتصار على كتيب الدفاع جوي ما بعرف وين بالقنيطره ولا بدرعا، وين كانوا هن؟ ما سمعناهم والله عم يعترضوا انه لا يا جماعه هاي الدفاعات الجويه هذه ضد العدو لشو عم بتدمروها، كانوا مبسوطين بالموضوع، كانوا عم بهللوا. وبتذكر هني نفسهم كذا واحد كانوا عم يحتفلوا لما تسقط الألوية إن والله المعارضة أخذت لها لواء سوري ينبسطوا. طب حبيبي ما إذا أنت عم تطلب من سوريا تتدخل هاي عدتك أنت لتتدخل، ومع ذلك سوريا لا تغيب عن دورة الوطني والقومي. أول شيء كلمة الرئيس بالقمة العربية كانت واضحة، وصف المقاومة ودورة وحط إطار سياسي برأيه للحال كيف ممكن يكون. تاني شيء كثير من المعدات يلي عم تستخدمها المقاومة الفلسطينية اليوم الكثير منها هو ياما يعني صراع صناعة سورية مباشرة صرف، أو هي صناعة شاركت سوريا فيها، أو تم نقلها عبر سوريا لفلسطين المحتلة. فهذا الحكي يعني هذا حكي للاستهلاك وللاستخدام. إني أودي جماعة حتى مثل ما قلت لك من قبل لو إسرائيل احتلت لبنان، لما إسرائيل وصلت لبيروت وين كانوا؟ كانوا مع إسرائيل، ما كانوا بالطرف الثاني. أنا ما فيني أخذ هيدي الأشخاص اسمع رأيهم، يعني هو قل يعني حسب وين موقعه أو بسمع رأيه. إذا هو بهالمحل شو بدي فيه لأسمعه؟ هو أصلا ما كان لا مع المقاومة ولا مع سوريا، يعني هو بس بده يعلم، بده يمرك حقيقة. نعم. تعرفي نعم بالسياسة كلها عم تستخدم أنجلي كمان، مش بالسياسة بالتسلية بالقهوة، يعني منه شيء، منه فهم حجم الصراع شو. نعم. ولا بده يكون شقفي منه، فخلص شو بدنا فيهم. الكاتب السياسي الأستاذ فراس الشوفي، أهلا وسهلا فيك، شكرا كتير لحضورك وهيدي القراءة الغنية بالميدان الفلسطيني والجبهة اللبنانية. شكرا كتير لك. فاصل قصير مشاهدينا ونواصل هذه الحلقة.